وحول فشل المنظومة التعليمية في العراق وفضيحة طباعة الكتب مع دخول العام الدراسي الجديد، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. أهلا بك معنا دكتور هلال. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور هلال. يعني في زمن الحصار أطلق المجتمع الدولي كما تعلم مبادرة النفط مقابل الغذاء، وفي زمن سيطرة الميليشيات أطلقوا مبادرة النفط مقابل الكتب مع لبنان. يعني هل يعقل أن يظل الطالب العراقي رهين مجاملات ميليشياوية في العراق ولبنان برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لكم ولقناة الراشدين والعاملين عليها. مسألة التعليم في العراق تمر بأزمة، أزمة التسجيل المتعمد لهذا الجيل، وحقيقة هي تعاني حال القطاعات الأخرى، ولكن هذا الجيل القطاع وقطاع التربية والتعليم هو المستهدف أولا وأخيرا، إضافة إلى أن الفساد المستشري في الجسد العراقي للحكومات العراقية المتعاقبة حقيقة رسخ هذا المفهوم أكثر وأوصل الحالة إلى حالة حقيقة اليأس من الحل ضمن الأسماء والمسميات الموجودة. أزمة الكتب حقيقة هذه أزمة متكررة كل سنة تحمل هذا الشيء، ويتحمل ولي ولاة الأمور التكاليف القضاء والاستنساخ أو شراء الكتب. المشكلة الأساسية حسب تقرير وزارة التربية والتعليم في العراق أنه لم تخصص المخصصات المالية لعدم إقرار الموازنة، وهذا يؤثر بكل تأكيد على طبع الكتب، لكن لم تتخذ خطوات حقيقة لمعالجة هذا الموضوع مبكرة. فبالتالي كل اللجنة الوزارية، اللجنة البرلمانية للتربية والتعليم وغيرها من تصريحاتهم حقيقة تتفق حول نقطتين، انه لا توجد تخصصات مالية بسبب الموازنة، عدم وجود كتب تكفي الا 20% او 30% من عدد الطلبة، يبلغ عددهم حدود 13 14 مليون طالب. متى تتسلم هذه الكتب؟ هذا هو السؤال الكبير. قضية الطبع خارج العراق او داخل العراق القضية واحدة، لكن الطبع خارج العراق يسهل عمليات الفساد والكوميشن المطابع، اضافة الى ان لها شبهة سياسية ايضا. لانه لماذا لبنان تحديدا؟ لماذا ولا يقطع في الاردن او في اي بلد داخل؟ لان هناك اتفاق على تمويل حزب الله اللبناني من المال العراقي عن طريق النفط والى اخره. انا حقيقة الموضوع هو هنا ليس هو الأزمة الكبيرة، ولكن الأزمة الكبيرة ماذا سيفعل الطالب الذي يبدا دوامه بعد 8 أيام أو 10 أيام من تاريخ اليوم، ولم يجد الكتب ولم يجد الدفاتر ولم يجد أي شيء. الشيء الآخر أنه كثرة تغيير المناهج خلال 10 سنوات الماضية أدى إلى وجود أزمة من ناحية أخرى، بأنه الكتب القديمة لا تصلح، لأنه إذا كان المنهج متغير والكتاب غير موجود. لاحظ هذا العامل يضاف له عدم توفر المدارس بشكل كافي. فالأزمة حقيقة معقدة في هذا المجال، والهدف أنه لا يوجد أحد يفكر بهذا الجيل وبالطالب، لانه الامور الاخرى ملتهين بالفساد والافساد وملتهين بالنزاعات السياسيه التي اوصلت البلد الى هذا. نعم دكتور هلال، يعني كما تعلم هناك مليارات وارده من النفط، بالرغم من ذلك فان العمليه التعليمية تواجه كل عام مشكلات وتحديات تعجز عن حلها الحكومات، وعلى رأسها بطبيعة الحال التي نتحدث عنها أزمة طباعة الكتب. يعني ما السبب وراء تكرار هذه الأزمة؟ هل الأزمة السياسية ربما لها دور؟ لا يوجد نية حقيقية، لأنه يعني عمليات المطابع كانت مطبعة الكتب المدرسية في التاج تذكرها كل مدرسة، كانت تفيد حادث البلد تقريبا بشكل كبير. رغم الحصار ورغم كل هذا لم يواجه التعليم بالعراق الكتب تحديدا والدفاتر اي ازمه
بهذا الحجم قبل 2003، لأنه كانت هناك إرادة حقيقية للتحليل، كان هناك التحليل يستقر إلى منظومة ثابتة، هناك محاسبة، هناك شيء بهيكلية الدولة لا تسمح بهذا التسيب. الشغل الأخرى أنه لماذا لم يتم شراء مطابع عراقية أو صيانة المطبعة التاجية أو مثال أو الثاني؟ لماذا نعتمد على الطباعة من الخارج تكلفنا بحدود 250 إلى 600 مليون دولار سنويا؟ ليش؟ يعني أنا الحقيقة هذا الأمر هو في غاية الاستغراب، لأنه عندما تنفق لك القدرة أن تنفق 250 مليون دولار سنويا لطباعة الكتب، أنا أعتقد في نصف هذا المبلغ ممكن أن توطن إنشاء مطابع تابعة لوزارة التربية، لكن لا توجد نية حقيقية لبناء أي شيء في البلد. طيب دكتور هلال، ينظر إلى زاوية كم يستفيد من هذا العقد سواء كان بالطباعة أو كذا. يعني إذا كانت المطبعة عراقية والطبعة داخل العراق، لا الوزير ولا غيره ولا المستفادين. دكتور هلال، يعني هل يقتصر الأمر على موضوع الفساد والاستفادة المالية من هذه الصفقات، أم أن الأمر يعني يذهب إلى أبعد من ذلك؟ هناك نية وإصرار على تجهيل العراق وتدميره لصالح. ممكن السؤال ينقطع الصوت؟ نعم، أسألك هل يعني هذا الأمر يعني عدم تطوير القطاع التعليمي وعدم طباعة الكتب وتطوير التعليم في العراق هو مقتصر على موضوع الفساد والاستفادة من يعني الصفقات المشبوهة، أم أن هناك يعني الأمر لربما يتعدى عن ذلك؟ عفوا دكتور هلال، أم أن الأمر لربما يتجاوز ذلك إلى تجهيل العراق وتجهيل الأجيال القادمة؟ الأمر الأول، أنا قلت في بداية حديثي أن هناك نية لتدمير التعليم في العراق. هناك ركيزتان في أي مجتمع، إذا صلح فصلح المجتمع، وإذا فسد فسد. لصالح من؟ لصالح من دكتور هلال؟ لصالح من استعمل هذه الأحزاب وأتى بهم. أخي الكريم الذي المحتل عندما أتى للعراق وأتى بهذه المسميات وهذه الأحزاب وهذه العملية السياسية، أتى بتدمير العراق. وأول أعداء وأول شيء ركز عليه المحتل الأمريكي ومن عاونه هو تحطيم البنية العلمية في العراق والبنى التحتية. البنى التحتية أن تخرج جيل لسنة أو لسنتين، هذا يعتبر إنجاز كبير للمحتل، فما بالك بتغيير التدمير التعليم على مدى طويل، على 20 سنة. هذا الجيل اللي خرج من العراق واللي يعاني من كل شيء في حياته، إضافة إلى ارتفاع النسبة وخط الفقر بشكل كبير، الخريجين لا يجدوا عمل، كثير من الأمور ترتبط بالهدف الأساسي الذي أوجدت من أجل العملية السياسية والوكلاء الذين يشتكون على عملية التدمير. لاحظ المحتل وضع خطة محكمة لهذا الأمر عندما أتى بالفاسدين وكفهم على أمور البلد. اثنين، هم بدأوا بعمليات التدمير كما مرسوم لهم وأكثر من ذلك. ليش؟ لأنه عندما يقود العملية التربوية جاهل، هذه كارثة. لأنه هي حقيقة هذا الذي يحصل، أنما نعود عندما يخرج علينا وزير التربية ويقول أن المعلم ويشكم المعلم الذي هو الذي رباه وعلمه، يقع إلى أي مدى وصل الحال في الاستشفاء في العملية التربوية؟ العملية التربوية ليست طبعا كتب وإلى آخره، وإنما هو استهداف ممنهج من ضمنها البنى التحتية، من ضمنها استهداف المعلم الذي لا يحترم، استهداف الطالب في بعادة عن الجو المدرسي. يعرف أنه الآن المتسربين من التعليم أكثر من 6 مليون إلى 7 مليون جاهل لا يقرأ ولا يكتب في بلد شهدت له الأمم المتحدة بأنه بلد هو الخضاع الأمية، ولا نعيد الأمية بإصرار. لاحظ أنه حتى الطالب يذهب إلى المدرسة يجبر على ترك يجبر على أنه لا يهتم بالتعليم. فبالتالي هي العملية متكاملة، ليست قضية كتب، وإنما هناك برنامج يطبق، هناك الفساد الذي ينخل من العملية التربوية في العراق وكل مؤسسات الدولة، إضافة إلى أنه الذي له القدرة للذهاب إلى المدرسة لا يجد منهج صحيح
ولا يجد أي وسيلة، لا شكرا. المدرسة ولا الكتاب، يعني أين العملية التربوية؟ لم يبقى من أركانها شيء سليم حقيقة. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر الهاتف من عمان، الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لك.